البنات كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وهذا الفيديو كنظن انه غادي تعجبكم كاملين، وبالخصوص اللي كيبغيو القهوه. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم مشروبات متنوعه ديال القهوه اللي بارده بطريقه بسيطه بمكونات بسيطه بزاف، وكنظن انها غادي تكون عندكم في البيوت كاملين ديالكم. فهي طريقه جد سهله، وبالخصوص المشروب كيجي رائع رائع البنات، فجربتو انا عاد غادي نديرو لكم. جربتو كيجي رائع وبنين بزاف وغادي يعجبكم، وراه منعش. وفي هذه الحراره كنظن انه فهو احسن مشروب، وبالخصوص فيه القهوه بنكهه القهوه، فكيجي رائع بزاف. تابعوا معايا الفيديو، كنتمنى انه يعجبكم. وما تنسوش البنات كيف ما العاده لايك للفيديو الى عجبكم، الاشتراك في القناه ديالي باش ديما توصلوا بالجديد ديال الفيديوهات اللي غادي نحط. بالنسبه للباج انستغرام ديالي فغادي تلقاوها في صندوق الوصف. غادي نقدم لكم ثلاثه ديال الانواع ديال المشروبات ديال القهوه البارده. فالثلاثه الاولين غادي يكونوا بسكر، اما الاخراني فغادي يكون بدون سكر. غادي نديروا مكونات اللي غادي تعوض لنا داك السكر اللي ناقص. وبالنسبه للناس اللي ما كيبغوش السكر فهو ملائم لهم وصحي بزاف بزاف وغادي يعجبهم. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو تقريبا في القهوي كاملين في المشروبات ديالنا كامله، غادي نحتاج قهوه سريعه الذوبان، اولا ممكن ديروا نسبريسو بالنسبه للناس اللي عندهم الماكينه ديال نسبريسو، فهو حتى هو كيجيب مذاق رائع. انا غادي نختار قهوه سريعه الذوبان. المكون الثاني اللي غادي نحتاجو فهو الكاكاو الخام. بالنسبه للحلويات اللي كنستعملو في الحلويات كنظن انه كيكون متوفر اولا كيكون موجود في البيسريات كاملين. سكر سنيده والكراميل بالنسبه للتزيين. وبالنسبه لواحد الشرب غادي نستعملو فيه الكراميل، فالكراميل صوبته في الدار. بالنسبه للبنات اللي بغاو الوصفه ديال الكراميل ما عليكم الا تكتبوها ليا في كومونتير، وديك الساعه غادي ندير لكم فيديو بالنسبه للبنات اللي مهتمين بالكراميل، فهو كيجي رائع كما غادي تشوفوه معايا كيف ما غادي يجي. فالساهل في وقت جد وجيز بزاف كيجي غزال. فبالنسبه للنوع الاول ديال القهوه فغادي نديرو دالغونا كافي. ما كنظنش انه شي واحد فيكم ما سمعش بهذا المشروب، فهو موجود على جميع مواقع ديال التواصل الاجتماعي وكيجي رائع وبمكونات جد بسيطه. وقلت لا علاش نشاركو معكم، فهو كيجي بنين وكيستاهل انكم تجربوه. فكنستعملو جوج معالق كبار ديال الماء الدافئ، جوج معالق كبار ديال قهوه ديال سريعه الذوبان، وجوج معالق كبار ديال السكر. فهاد السكر ضروري، فهو كيساعد انه طلع لينا ديك لاموس ديال القهوه. وغادي نحركو كلشي لمده هي المده، خصكم تبقاو المده طويله. انا غادي نشوف الا ما زربتش نقدر ندير الطراب الكهربائي، وغادي تتبعوا معايا حتى الاخر. بالنسبه للشكل النهائي ديال لاموس ديال القهوه اللي صوبنا، فكتجي هكا. بقيت كنطرب حتى حسيت بها عقدات ووقفت. بالنسبه للكميات اللي ما بغيت ناكد لكم على هذه النقطه حيت في المره الاولى ما طلعتش ليا، فهذه النقطه مهمه. بالنسبه للكميات اللي قلت لكم جوج معالق كبار فخصهم يكونوا وافين، ماشي كيعمروا وكيتكبوا عاوتاني، فخصهم يكونوا عامرين حيت الخليط خصو يجي خفيف شويه باش ممكن طلع لينا لاموس. بالنسبه للكاس اللي غادي نقدمو فيه فاخترت هذا النوع ديال الكاس ديال التقديم، درت فيه 4 ديال لي غلاصون باش يجيني حليب بارد. وغادي نعمرو تقريبا نص ونخليو البلاصه باش نديرو لاموس. على هذا الشكل وغادي نجيبو لاموس ديالنا. Thank you.
بالنسبه للمشروب الموالي اللي هو ايست موكا كافي، اللي هو موكا كافي مثلج، فهو غادي يكون مصاوب بالقهوه السريعه الذوبان والشوكولا الخام، هو اباز ديال الشوكولات. فغادي نحتاجو المكونات المواليه، غادي نحتاجو اكابو اللي غادي نطحنو فيه، غادي نحتاج درت هنا 5 ديال لي غلاصون صغار، غادي ندير 2 معالق صغارين ديال الشوكولات الكاكاو الخام، غادي نديرو معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان اولا نسبريسو الى عندكم، ومعلقه صغيره ديال السكر سنيده حسب الاذواق، اللي ما بغاش سكر ممكن ما يستعملش كاع السكر. وغادي نحتاجو شوكولا، انا اخترت بحال هكا حيت هو اللي متواجد عندي. عندكم طابليت ديال الشوكولات ممكن تقطعوا طريفات صغار وتزيدوه، سواء يكون بالسكر سواء يكون ما فيهش السكر. وغادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للتزيين فاخترت نفس الكوب ديالي، وغادي نجيب اي شوكولات مذاب عندكم، سواء عندكم شوكولات جاهز سواء بغيتوا تصاوبوه، اي شوكولات على شكل كريم، وغادي نحاولوا نزينوا به، فهو فقط للتزيين. صافي كتحاولوا تمسحوه بحال هكا، صافي على هذا الشكل. وغادي نكب بالخليط ديالي اللي درت. صافي، وبالنسبه للتزيين فكيبقى اللي بغى يزين، كنجيب الكريم شانتي اللي ديجا طلعتها بشويه ديال السكر، وكنزين على هذا الشكل، شكل اشكال عشوائيه اللي عندكم، واخا ديروها حتى بالمعلقه ولا اللي بغيتو. وغادي ندير شويه ديال الكاكاو الخام من الفوق، غادي ندوزو للمشروب الموالي اللي هو كراميل فرابوتشينو، وكنظن انه معروف من عند بزاف ديال الناس وبزاف كيحماقوا عليه، فهو كيكون اباز ديال الكراميل. فغادي نحتاجو المكونات التاليه، غادي نحتاجو الحليب، دي غلاصون، غادي نحتاجو نسكافي اولا قهوه سريعه الذوبان اي نوع عندكم، غادي نحتاجو السكر ملعقه صغيره، ولكن غادي يكون حسب الاذواق، بغيتو ما ديروهاش ممكن حيت ديجا الكراميل غادي يكون حلو. بالنسبه للكراميل فغادي نحتاجو ملعقه كبيره ديال الكراميل، بالنسبه للكراميل فعندي بور صالي اللي هو مصوب بالزبده وبالملحه وبالسكر، وكيجي رائع بالنسبه انا بصراحه، بالنسبه ليا فكنفضل انه نصاوبو في الدار. بغيتو الطريقه فممكن نعطيها لكم، اذا بغيتوها ما كاين حتى مشكل، زعما تكتبوا لي ان كومونتير وغادي نعطيكم الطريقه باش صوبتو. فكنفضل انه يكون مصاوب في الدار على هذوك اللي كيكونوا مصاوبين في الزنقه، فكيكون طبيعي اكثر، عرفنا شنو كنديروا فيه وكيكون بنين. فغادي نبداو دابا. بالنسبه للتزيين غادي نزينوه بالكراميل،
غادي نشد الكراميل اللي ديجا صاوبت وغادي نحاول نمسح الكاس من الجناب باش كيعطينا داك المنظر الخارجي كيكون زوين. فديجا هاد الكراميل اللي كنزيدو فهو كيزيد كيحلي لينا المشروب ديالنا، فبالنسبه لسكالي ما بغاش يزيدو ما يزيدوش وراه كيكون حلو. صافي غادي نصب الخليط ديالي اللي درت ديال القهوه، بالنسبه للتزيين فغادي نزينو بالكريم شانتيي. المشروب الموالي غادي يكون مشروب صحي بزاف، بالنسبه ديروه في الصباح فكيجي رائع، فغادي يكون فيه التمر هو المكون اللي غادي يحلي لينا المشروب ديالنا. غادي نديرو الشوفان اللي كيكون في الباكيات اللي ديجا كيكون طيب، ماشي هذاك اللي كيكون بالعبار كيكون باقي ما طيبش، فهذاك يكون ديجا مطيب. نسكافيه او قهوه سريعه الذوبان فاي ماركه عندكم ما كاين ماشي مشكل هذاك هذه النقطه، والحليب وليغلاصون.